صدر عن صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنميه الاقتصاديه قرار رقم اثنين لسنه 2016 لمجلس التنميه الاقتصاديه بتشكيل مجلس اداره بنك البحرين للتنميه ونص القرار على تشكيل المجلس برئاسه السيد خالد عمرو الرميحي وعضويه كل من السيدة صباح خليل المؤيد، السيد صالح حسن علي حسين، السيد طارق جليل الصفار، السيد مروان خالد طباره، السيدة تالا عبد الرحمن فخرو، السيد غسان غالب عبد العال، السيدة مريم عدنان الانصاري وتكون مدة العضوية بحسب القرار ثلاث سنوات ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.